طيب لو سألتك عن أهداف ماجد عبد الله في صالح السلومي، لها طابع خاص عند حتى عند النصراويين لها طابع خاص. عند الجماهير بشكل عام. طيب ماجد جاب على الدائل في إيه؟ الهلال، تقصد اهداف ماجد ولا؟ أهداف ماجد عبد الله في صالح السلومي لها طيب ليش طابع على خاص صالح السلومي بالذات؟ عند الجماهير. طيب انت جاوبني، ليش لها طابع ذات؟ يعني ماجد جاب على الدائل، جاب على الدعية، جاب على الحراس كثير اهداف. طيب ليش تتوقع انت انه لها طابع خاص هذا عند وجه، الناس؟ هذا وجه النصراويين، مو في نصراويين ولا غير نصراويين، ليش لها طابع؟ وجه لهم، انا ما لي ذنب انا. يعني تقابلنا واحد، تتقابل مع لاعب كبير زي ماجد عبد الله، تقعد مع يعني تقابل 13 سنه يسجل فيك 9 اهداف. يعني ما ادري كم مره تقابلنا صراحه، 13 مره. يعني قليلة 9 أهداف ولا؟ لا لا بالعكس، ماجد يعتبر اسطوره بالنسبه لي، سجل مرماي 9 اهداف اكيد يعني 9 أهداف قمه صراحه، قمه في الاخلاق بعد، يعني مستوى اخلاق يعني ما. بس كثير من الناس اليوم لما يشوفون صالح السلومي او يذكر صالح السلومي في اي مكان، ايه سواء في وسائل التواصل الاجتماعي او حتى في المجالس، ايه دائما يقولون الله يذكر ماجد بالخير. ليش؟ انت توجه سؤال لهم، ليش؟ قل لهم ليش؟ انت توجه لهم السؤال هذا ليش؟ يعني تعتقد انه الجماهير النصراوية بالغت في اهداف ماجد عبد الله في سامي في صالح السلومي؟ لا ما اعتقد انها بالغت. انا بوجهة نظري ان اهداف من لاعب كبير على حارس كبير، لو حارس، لو السلومي نكره كان ما جاب اسمه. ياما ما جاب اهداف على حراس سواء في الهلال ولا غير الهلال، ما حد جاب اساميهم. كيف كنتوا انتم كمدافعين وكحارس لما ماجد يكون موجود عندكم، تتعاملون مع ماجد مثل اي لاعب ولا لا يعني تحرصون اكثر او لا؟ شوف كان في تهاون احيانا صراحه. تهاون؟ تهاون ليش؟ لا لا، لان منتخب وشغلات، وماجد لاعب ذكي، ماجد لاعب ذكي. يعني لما تشوف سامي يلعب ولا يوسف ثنيان عند مصطفى ادريس ولا الحمراني الله يذكرهم بالخير، كان تشوف ضرب يجيهم ضرب. لا هذا ماجد ذكي، ماجد مظبط علاقاته مع لاعبين الهلال، فتلقى ما يخشون عليه. يعني حتى في كذا لاعب كان يخشون عليه بقوه فصير مشاكل، فماجد يفقد تركيزه، فزبط وضعه معهم العلاقات بعد المباراه، يخمخم فيهم بعد قبل المباراه عادي، عشان بس ما يتعرض الإصابة معه. ما يتعرض ولا يتعرض للاحتكاكات القويه، رغم انه حتى كان اتذكر احمد جميل والخليوي في الاتحاد كان ماجد يجيب اهداف، فتذكر احمد جميل كانوا يعني يعاملون ماجد معامله خاصه فيسجل اهداف، بعدها صاروا طايحين ضرب في ماجد مسكين. وانتم كدفاع للهلال كيف كنتوا تتعاملون مع ماجد؟ بامان؟ ما في عادي، لان كره القدم يوم تفوز يوم تخسر. انت كحارس ايش ابرز مواقف؟ يعني كثير يقولون انه اسم ماجد يخوف الحاله اي حارس. والله اذا كان في اسم لاعب يخوفني افضل اني اقعد في البيت ولا اشوف لي وظيفه حكوميه اقعد فيها. اذا كان اي لاعب ولا اي رياضي ولا اي شيء يخوفني انزل اقعد في البيت، ما اخش المجال هذا ابدا. يعني اسم ماجد ما كان يخوفك؟ لا ماجد ولا غيره، انا والله احترم ماجد واحترم كل اللاعبين وكلهم قمه في الاخلاق، وعلاقه فيهم داخل الملعب وخارج الملعب زينه، لكني اخاف لا، لان كره القدم فيها فوز وخساره.